بحضراتكم مرة تانية آخر فقراتنا النهاردة فقرة تكتيكية. النهاردة منير محضر لنا الشكل التكتيكي والشكل الفني لطبعا مباراة الكأس الخيرية اللي انتهت امبارح ما بين الأرسنال والمان سيتي بحصول الأرسنال على هذه الكأس والفوز بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1. منير، كانت مباراة مش هنقول انها مباراة في شكل ودي لكن مباراة استعدادية قبل انطلاق الموسم ان شاء الله الجمعة اللي جاية. كيف تعامل أرتيتا مع طبعا جارديولا وقدر يفوز بهذه الكأس اللي اعتقد كمان على المستوى المعنوي هتفرق معاه جدا في بداية الموسم؟ كان في مفاجآت كتير وحاجات مختلفة على اللي احنا متعودين عليه في العادي. هنشوف ازاي اللعبة الجديدة أثرت على الأفكار الجديدة للمدربين. وأول حاجة، أول صورة هنشوفها هو البيلد أب بتاع مانشستر سيتي. لازم أولا نشرح إن الكرة فيها مراحل كتير، فيها حوالي 12 مرحلة متقسمين على 4 لحظات، وهنشوف ايه المراحل اللي اتاثرت بسبب الايه اللعبه الجديده دي. ده عمليه البيلد اب بالنسبه للمان سيتي بالظبط، ده اللي بنسميه الفور تو بيلد اب. نهايه الهجمه ده 4-2، معناها عندنا 4 لعيبه مدافعين بيبنوا الهجمه واتنين في نص ملعب. لما يبقى عندك 2 نمره 6 بره بيسموه الدبل بيفت. دي فكره جوارديولا كان بيكرهها زمان وكان بيقول هي فكره مش كويسه بسبب تحركات اللعيبه، وابتدى يقتنع بيها اكتر مع السنين. وجود لعيب زي كوفاكيتش بيغير ده. كنا نشوف سيتي زمان بتلعب بثلاثه في نص ملعب، السنه دي بنشوفهم او في الماتش ده بنشوفهم في 4-2-4. هو دي بدا المباراه 4-2-4 على غير العاده، يعني بالظبط 4-2-4 2 بس في نص ملعب باللي بنسميه الدبل بيفت. الدبل اللي هو 2 نمبر 6 بينزلوا يستلم 2 6. فده كان عامل مشاكل بالنسبه للارسنال، اللعيبه كانت بتستلم براحتها وكان بيتحركوا من نص ملعب كويس جدا، بالذات كوفاكيتش اللي بيتحرك تحت ضغط كويس. تمام، طيب ارسنال ردوا على ده ازاي؟ بعديها طيب ده كان سكيمه الضغط بتاعت ارسنال. اوكي، ده كان شكل الضغط. كان فيه هدفين للضغط ده. اولا بنشوف اوديجارد وداكلين رايس اللي في مفاجاه كبيره لداكلين رايس هنتكلم عنها كمان شويه، بيضغطوا على الاثنين الدبل بيفت بتوع نص الملعب. يعني خلاص هو قابل البيلد اب دوت من 4-2-4 بدا بالضغط العالي، بدا ارسنال يعمل ضغط عالي على المان سيتي. مسكين الضغط ليها هدفين، اولا هي ان احنا نوقف الدبل بيفت زي ما قلنا اولتين نمره 6 بتوع مانشستر سيتي، من هم يتحركوا في السنترال ارياز او في مناطق نص الملعب. وكان كاي هافرتس بيضغط على حامل الكوره بفكره انه يقفل اي كوره زي الصوره اللي واصله دلوقتي بالزبط. يعني بيضغط كمان على حامل حارس المرمى حامل الكوره ويقفل الكوره ان هي تروح لستونز. فالناحيه بتاع ستونز ووكر اللي ناحيه خطر جدا، وستونز اثبت ان هو لعيب كويس بالكوره بيتحرك كويس السنه اللي فاتت، يقفل الجبهه دي ويوجه الضغط اكتر ناحيه روبن دياز. تمام، طيب جوارديولا بقى عمل ايه؟ نشوف بقى رد فعل بقى بيب جارديولا على الضغط العالي. دي صوره تانية للضغط بتاع ارسنال سكيمة الضغط. اوكي، احنا شايفين برده واضحه اكتر هنا بقى ان هو قافل الضغط، قافل الكوره خالص ناحيه ستونز اللي بنسميه الكفر شادو. اوكي، بس وبيضغط على حامل الكوره. حلو، وعندنا الاثنين داكن رايس اللي مفاجاه انه لعب نمره ثانيه ماتش احنا هنتكلم عنه، واوديجارد بيضغطوا على الدبل بيفت او الاثنين نمره 6 بتوع مانشستر سيتي. تمام، اوكي، ده كله عشان نقفل الكوره بنص ملعب. ايه الحلول بتاع جوارديولا بقى؟ ليه 3 حلول اختارهم. اول حل هو ان حارس المرمى يشترك في البيلد اب. طب دي ما فيهاش ريسك طبعا، شايفين راس الحربه او اسف حارس المرمى طالع وكانه لاعب سيرت باك، يعني لاعب كانه وسط مدافع وبيلعب وبيعمل البيلد اب، ما فيهوش خطوره ما فيهوش ريسك. ولا كان جوارديولا شايف انه بيجرب لسه بيشوف الموسم لسه ما بقاش بالنسبه له مباراه في شكل لحد ما ودي، وبالتالي عمل الجزئيه ديت وشارك حارس المرمى كانه لعيب وسط مدافع؟ في خطوره طبعا، ولكن انا شايف جوارديولا كان شايف ان في خطوره اكبر بانه يخلي كاي هافرتس يضغط على 2 لعيبه بس. اوكي، كاي هافرتس لاعب راس حربه لانه كويس في عمليه الضغط. اوكي، عنده انرجي وطاقه عاليه جدا، فانا شايف ان هو حسب ان ده هيبقى ريسك اكبر انه يلعب بس باثنين في اول بنايه. احنا شايفين دلوقتي بقت زي 5-2 مش 4-2 زي ما قلنا بالظبط، بقى الحارس المرمى بيطلع يساعد خلاص بقى فك العقده بتاعت الضغط العالي دي. من الحلول برضو اللي في الصوره دي زي احنا شايفين دي صوره ثانيه. اوكي، طيب الصوره الثانيه دي ده اللي احنا بنسميه السليده. يعني ايه السليده؟ يعني لعيب نمره 6 بينزل ما بين الاثنين سنتر باكات، السنتر باكات بتفتح واسع، وده بيعمل مشاكل للعيب اللي كان ماسك اللعيب نمره 6 اللي نزل ده. ليه؟ لو نزل معاه، لو دلوقتي داكن رايس نزل مع رودري لغايه المنطقه دي هيسيب نص ملعب فاضي. بالظبط، يعني هو عمليه ان انت راجل نمره 6 بيجي ما بين السد باكين والباكين بيطيروا فده بيسبب بالزبط. شويه مشاكل بالنسبه للضغط العالي. دي صوره ثانيه ليها بالظبط، في صوره ثالثه كمان. فده زي ما قلنا بيحرر رودري اولا من الضغط، ثانيا بيرجع الضغط بتاع ارسنال. اول ما ارسنال كان بتشوف المنظر ده السليده دي كانت بترجع في اللي احنا بنسميه الميد بريس او الضغط بتاع نص الملعب المتوسط في ال 4-4-2. فده
داش دي الافكار اللي جوارديولا كان بيستخدمها. في حل ثالث بقى، حل مهم جدا بقى، نشوف الصوره اللي بعديها. وده حل ستونز. طيب جوارديولا عايز يحرر ستونز لانه لعيب مميز زي ما قلنا، بيتحرك بالكوره، بيعرف يوزع كوره كويس، بيعدي بالكوره كويس. طيب عمل ايه؟ عمل نسميه تغيير مراكز، بوزيشنال انترتشينج. ده معناه ايه؟ ده معناه ان رودري في الصوره دي هو اللي راح في مكان ستونز، وستونز هو اللي راح نص الملعب، بيعمل لخبطه في سكينه الضغط لفريق قدامك وبيحرر رودري وستونز. تمام، شوف الصوره اللي بعديها. يعني زي ما انت قلت ستونز كمان الموسم اللي فات كان فيه كمميز في كان مميز جدا في عمليه، خلاص كان تقريبا بيلعب وسط ستة وبيلعب ثمانية وبيجيب اجوان، يعني كان دور مهم جدا. وهنا كمان تشوف ان كايل ووكر هو اللي بيرجع مكان ستونز بالظبط، وستونز بيروح في مكان الرايت باك. اوكي، الصوره اللي بعديها برضو يعني تغيير البوزيشن داخل بالزبط. الملعب يعني بالظبط، ستونز هو اللي هنا عليه الهايلايت ده، ووكر رجع مكانه، فده عمليه التحرير اللي جوارديولا عملها لستونز. فهم ثلاث افكار دي، ان الجول كيبر يبقى جزء من البيلد اب، وده كمان كان بيشد اوديجارد عايزين نقول لا، كان بيحرك كوفاكيتش اولا، ثانيا زي ما قلنا السليده النمر 6 ينزل بين السنتر باكات بالظبط، وثالث حاجه التغيير بتاع المراكز. طيب حلو قوي، انت بتتكلم كان في ضغط عالي من فريق الارسنال، حلوا شويه نوعا ما بشكل تغيير المراكز داخل الملعب. الارسنال بقى اللعيبه الجديده، دور الالعاب الجديده او اللعيبه الجديده في الارسنال والمان سيتي انت شايفها ازاي، خاصه داخلين خلاص الموسم ناقص له اربع ايام ويبدا؟ يعني زي ما قلنا طبعا كوفاكيتش كان ليه دور كبير جدا في الشكل ده. لو ممكن كمان نجيب صوره بعديها هنشرح اكتر دور كوفاكيتش. الصوره اللي بعديها طيب ادواره كانت ايه وهتبقى ايه؟ ادواره طيب دلوقتي احنا لعبنا 4-2-4 دول بيهاجم خمس هجوم اساسيه، الوايد ارياز المناطق الواسعه، الهاف سبيس اللي هي بين النص والوايد اريا والسنترال اريا، فدول خمس مناطق زي ما احنا شايفينه على الشاشه. الخمس مناطق اللي جوارديولا بيهاجم الطوليه ديت الزون الطولي اللي قدامنا ده. الخمسه زون. طيب زي ما احنا قلنا كانت 4-2-4 في الشكل الهجومي، ده معناه ان في لعيب ناقص زياده لسيتي عايزينه قدام. في العادي لما كنا بنتفرج على سيتي زمان كان لعيب نص الملعب اللي هو دي بروين هو اللعيب الخامس الجديد ده في الهاف سبيس. اوكي، اللي حصل عشان نحافظ على توازن الفريق واثنين بس في نص الملعب، كوفاكيتش ورودري زي ما قلنا، اللي كان بيزيد كان ووكر واكانجي الناحيه الثانيه، الاطراف اعتمد بشكل كبير على الاطراف يعني. وكان الاثنين بتوع نص الملعب بيفضلوا في مركزهم عشان يمنعوا اي هجمه مرتده ويبتدوا بيس كويس للفريق.